انا كون كان ديك الساعه عندي داك 1,20,000 ريال، اولا ما نخدمش في القهوه، ثانيا كره داويت بها الوالده ديالي كانت ناسه فات الداري كتموت كتموت الدواء ما عنديش باش نشري لها، غير طفي عليا وهي ما كتعطفش، هي راه تزطم فيك ودوز، هي راه ما تعطف فيك ما تحن فيك، ما عاد الا كان عندك هادو. قلت لها الا كانت زعما من الناحيه ديال الفلوس راه ضروري ما ندور معاك، قالت لي ولا كان هكاك هاكي منعم. قالت لي واش انا طاشرون باش نبني لك، انا ماشي طاشرون. قالت لي ودابا بغيتي نقول لك، انا كنقول لك في القناه ديالي، قالت لي دابا بغيتي ندعمك اجي عطاني 40 مليون. والقناه ديالي الصراحه طلعت، ما كنتش كان زعما ما كنتش كنخيل داك الناس يتفاعلوا معايا هكاك. شكرا لخوتي المغاربه بزاف. السلام عليكم، مرحبا باشواق تي في، انا هي المره اللي صورتوا معايا، تنشكركم بزاف، تنشكر خوتي المغاربه بزاف بزاف الصراحه، تعاونوا معايا في القناه ديالي، تعاونوا معايا ماديا ومعنويا، وتنشكر خويا حمزه كنشكره بزاف الله يسهل عليه، كان تجاوب الناس الصراحه مزيان وعاونوني ماديا كما قلت لكم معنويا الصراحه الله، شكرا لخوتي المغاربه بزاف بزاف بزاف، تنشكرهم من قلبي وحق الله الى. والقناه ديالي الصراحه طلعت، ما كنتش كان زعما ما كنتش كنخيل داك الناس يتفاعلوا معايا هكاك. شكرا لخوتي المغاربه بزاف، طلعت لي القناه ديالي بزاف الصراحه، وتعاونوا معايا الناس بالفلوس، تعاونوا معايا الناس من فاس من فرنسا، المهم من داخل الوطن وخارج الوطن، تنشكرهم بزاف، وتنشكر اشواق انتوما يعني السبب باش انا شافوني الناس وباش الناس تعاونوا معايا وشافوا تاع القناه ديالي صراحه الله الحمد لله، تحسنت الحياه ديالي بزاف، والصراحه انا وليت مزيان في الصحه ديالي، وليت زعما نحمد الله ونشكره وزعما مزيان وليت صراحه مزيان، والقناه ديالي طالعه مزيان، كنت كنتقاتل على القناه ديالي 4 سنين يعني باش فيديو واحد ديالكم ديال اشواق تي في وغادي نطلع، راه صراحه سيدي ربي راه ما كانت لياش هذه في البال، وتنشكرهم بزاف المغاربه، تنشكرهم بزاف بزاف بزاف، وتحسنت مزيان كما قلت تحسنت، المهم وليت مزيان الحمد لله. مشي كنت صونيت عليها شحال وانا تنعام وسبع شهور وانا كنرغبها وتنزوقها، قلت لها عافاك الله يسهل عليك اجي دعميني، انا ما عنديش وما عنديش، والوالده كانت مريضه عندي، المهم راك شتي الحاله كيفاش كانت، دابا راه الحمد لله، والدار اللي ساكنه فيها كتقطار وعندي فيها الطوبات، وولدي معدود راه باقي الان، كون كان دابا شفتيه كله بداك الميكروب اللي في راسه خرج له عني الحبوب في صحته، وبنتي عندي مريضه فيها كريز في القلب، ماشي انا غير كنقول لك شنو قالت لي، كتقول لي واخا كي اليوم كي غدا شتها بحال كتقول لي من بعد المشاهده طالعه المشاهده هابطه، واحد النهار قلت هدا، كنت ديك الساعه كنغسل المواعن في واحد القهوه هنا، قلت لي زعما السيده خصني ضروري نلمح لها، ضروري خصك تدور معاها، قلت لها الا كانت زعما من الناحيه ديال الفلوس راه ضروري ما ندور معاك، قالت لي ولا كان هكاك هاكي منعم، هضر معايا منعم، قال لي شوف اختي نجيو عندك وندعموك والناس راه غادي يدخلوا عندك وكل شيء، هو الديفو اللي كان عندي انا ما كنتش عارفه كتمسح الفيديو من عندي ومن عندها، يعني ما كنتش انا عارفه ما دايراش حسابي، قال لي غادي نجيو عندك وندعموك ويدخلوا عندك الناس وهادي وطلع لك القناه، قلت له صافي خويا شكرا، انا كنت في الصراحه ناويه تقول لي غير مثلا شي 20,000 ريال ولا 30,000 ريال ماشي مشكل، حقاش ضروري بنادم جا عندك راه ضروري والغدا ديالو، عطيني مليون وفلوس ترونسبور. قالت لي ونجي عندك، قالت لي انا فاس نجي عندك المكناس، قالت لي يعني باش كنتنقل وداكشي، قالت لي مليون وفلوس ترونسبور، وهي دابا مليون طالبه فلوس ترونسبور شحال كاع 500 درهم وخصك عاوتاني الغدا 500، مشات مليون مليون وعشرين الف ريال، انا كون كان ديك الساعه عندي داك مليون وعشرين الف ريال، اولا ما نخدمش في القهوه، ثانيا كره داويت بها الوالده ديالي كانت ناسه فات الداري كتموت كتموت الدواء ما عنديش باش نشري لها، وصافي هادشي اللي كاين. راه قالت لي واش انا راه صفتي لي واش انا طاشره، ردت عليا هي في فيديو، عارفين الناس اللي في القناه هادشي اللي كتشوف دابا كامل تيشرشر بالماء، يعني انا علاش صفت لها داكشي؟ لحقاش هي بحكم كانت عايشه ديك العيشه زعما كان غادي تشوفني غادي تحن فيا، فهمتي شنو باش صفت لها باش تعطف فيا، وكان عرفتي كنرغبها شي رغيب، كنقول لها شوفي ما تنرغبها شي رغيب ما عقلتش كاع، عرفتي هابطه من هنا وكنبكي، هابطه من هنا في الدرب وكنبكي، كنقول الله يعطيك بيبان الجنه يتحلوا لك، غير عطفي عليا وهي ما كتعطفش، هي راه تزطم فيك ودوز، هي راه ما تعطف فيك ما تحن فيك، ما عاد الا كان عندك هادو، الا عندك الفلوس خلاص راه كون عطيتها مليون راه قالت لي نجي عندك وندعمك وندير لك وندير لك، وكي كتصيفط لي الفيديو كتمسح من عندي ومن عندها في البلاصه، واش مره جوج فيديوهات ما سمعتهمش، قلت لها راه ما سمعت جوج فيديوهات، عاد قالت لي تعطيني مليون فلوس ترونسبور، النوب الاولى ناعمه تعطيني مليون فلوس ترونسبور، قالت لي شوفي شوفي هاكي منعم يهضر معاك، فاش بقى كيهضر معايا منعم صافي شرح ليا،
قال لي غتعطيني مليون وفلوس الترونسبور، قال لي ونجي وطلع لك القناه وندعمك وهذه، وكيمسحوا الفيديو اللي قالت لي هي فيه مليون. يلا سمعت مليون مسحته من عندي ومن عندك. قلت لها شنو قلتي لي؟ راه ما وحسبني انا واش هي غتعطيني مليون ولا ما نعرف، ما فهمتش. قلت لها عاود عافاك ما تمسحيش الفيديو راه ما تنتصنطلاش. عاد قالت لي هاكي منعم، وهو كي كيشوف داك تقرا صافي كي من عندي ومن عنده. قالت لي راك شراك شارو لك الفيديو، قالت لي الحراميه، قالت لي واش انا طاشرون باش نبني لك؟ انا ماشي طاشرون. قالت لي ودابا الا بغيتي نقول لك، انا كنقول لك في القناه ديالي، قالت لي دابا الا بغيتي ندعمك اجي عطاني 40 مليون وسيري قولي لخالتك وسيري قولي راك سمعتي الفيديو كامل بودنك. بقى فيا الحال الصراحه، الله بقى فيا الحال. قلت زعما علاش دوك القنوات اللي معروفين بحال دابا كون كنت شي قناه معروفه ينوضوا صحاب المغاربه تعاونوا معايا وتعاطفوا معايا، ولكن فين الدور ديال القنوات اللي كيكون شي وحده مشهوره كينوضوا يهضروا؟ انا ما هضر عليا حتى شي واحد. بقى فيا الحال عيراتني، قالت لي الحراميه، قالت لي انا ماشي طاشرون باش نبني لك، وقالت لي دابا حاليا قالت لي انا ما قالت لي الحراميه. المهم الفيديو راه الناس يكونوا شافوا، انا هي اللي كتقصد، انا هي اللي عيرتني. قالت لي ودابا حاليا قالت لي انا ولادي الاخر فيهم ما مدوش شاب بيرمي، وانا داري اللي في العروبيه ما مكملاش. هي شحال هذه كانت كتقول لهم انا بغيت غير بيت في الكوزي في المدينه، حتى هي ما حسبات حتى شي واحد ديك الساعه، ودابا كتقول لهم انا داري اللي في العروبيه ما مكملاش. انت دابا وصلتي باغا غير اللي في الدار اللي دابا ساليتي شاريه 15 ولا 14 وباغي عاوتاني كتضربي على اللي في العروبيه. قالت لي وحالك نجي انا ندعمك، ودابا الا بغيتي نجي ندعمك اجي عندي. قالت لي ندعمك انا ب 40 مليون. انا قالت لي داك الشيء ما قلتوش، قالت لي وانتي تهمتيني بيه، قالت لي الله ياخذ فيك الحق وماش داك الشيء، انا ما تنعقلش حقاش خصني نسمع عاد نجاوب. قالت لي ودابا انا نطلب، انا كنطلب، قالت لي قناتي وانا حره فيها، انا قالت لي كنطلب 40 مليون، قالت لي وباغا تشهري، قالت لي باغا تشهري بيا، سيري ضربي على قناتك بكتاف. باش ضربت هي على قناتها بكتاف؟ هي بالكذوب وبالتشلهيب على عباد الله وبحبيبتي بمهمتي صغيرتي وصافي، وهذاك الشيء باش طلعت هي، باش اش من هي شنو دارت وطلعت على القناه الاخرى اللي راكم عارفين باش تشهرت. ديك الساعه ياكم شط طلعت القناه بسميتو بدريحه، وعارفه ترد بداك الجواب، عارفه امها اللي ما تتحنش فيها، بقيت غير انا امها اللي ما راه ساخطه عليها حراك نجي انا. ولكن واخا هكا كان عندي واحد الامل، كنقول ربما هي طراعي، ولكن هي دابا مليون ما بقاش يبان لها شي حاجه. هي مش شحال هذه كانت كتقول لهم عطاني يونس 20000 ريال كل مره تمشي نطلع ليها في الماريو، ولكن دابا هي في هذا الحال مليون ما تيبان لهاش، مليون بحال كتبان لها غير 4000 ريال، فهمتي؟ لحقاش هي تتشد 10 الملايين في الشهر، يعني مليون تيبان لها لا شيء دابا، ولكن انا بالنسبه ليا مليون دابا راه قلت لك الحمد لله، ولكن انا مليون بحال تيبان لي 20 مليونيه تيبان لها لا شيء. وهي كانت قالت لهم انا كيعطيني غير 20000 ريال كل مره كنمشي نحل الماريو ونطلع ليها فرحانه بها. قلت زعما هي راه غتراعي لدوك الظروف وغتجي عندي، زعما كان غدعمني ساعه داك الشيء ما كاينش وما كتحنش. ويلا ديتي الفلوس ومشيتي عندها هذيك راه غدعمك وتفرح بك، ما كانوش الفلوس مسميتو راه ما غتحنش فيك، واخا تدوز فيك تزطم فيك وتخطى ليه. هي قطعات الواد ونشفات نشفو رجليها، نسات المحنه اللي دازت عليها، نسات العروبيه اللي كانت ساكنه فيها، نسات كل شيء. يعني دابا هي كتقول زعما انا وصلت، هذيك ما ترحمش بنادم. انا كنقولها من هذا المنبر ديال اشواق تيفي، هذيك الوحيده اللي ما ترحمش بنادم. شتي هذيك تشوف كتب تشوال هي ما تدياش فيك، ما حناتش حتى في سميره، ما حناتش في امها، ما حناتش حركت حن فيا انا. ما كنتش حسب انا في الصراحه فاش صيفطت لها الفيديو وهضرت معاه ما كنتش ناويه داك الرد، صافي فاش ردات عليا صدماتني، قالت لي عطيني 40 مليون، قالت لي انا ما مدعماش وانا غادي نتسنى غادي نعطيها 40 مليون. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.